من الظواهر الغريبة والتي تشاهدها البشرية لأول مرة في تاريخها هي رؤية أجرام سماوية ليلاً تنتقل من جهة إلى جهة ثانية على خط مستقيم. هذه هي قطار الأقمار الصناعية المسمى بستارلينك التابع لشركة سبيس إكس، وهذه الأقمار ستكون بديلاً عن الأقمار التقليدية المبعثرة على وجه السماء، وستستخدم لجميع وسائل الاتصال والأبحاث العلمية والأبحاث الاستكشافية. وكل أسبوع ينقل لنا صاروخ فالكون 6 عددا منها ويضعه في مداره، ومستقبلا سيكون عددها أكثر من 42 ألف قمر صناعي، وستكون مثار تساؤل الجميع. واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي واستمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العتاب بالبرد. وهنالك فارق بين النجم والكوكب والقمر الصناعي. النجم متغير الإضاءة، الكوكب ثابت الإضاءة، والقمر الصناعي يمر بينهن بسرعة وبلحظات، وجميعها زينة للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.